مشاهدي قناة شوف تي في، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر العاجل. نايدة ديال بصح امامي على الصورة، الفنان الجميل شرقي الساروتي، كوميدي والمنتج اللي واقف على شغله، واقف على الصغيرة والكبيرة باش ينجح هذا المهرجان الوطني للمسرح والكوميديا. سي الشرقي، انا كيبان لي البارح بدون نوم. لا الحمد لله، ولكن بصراحة يعني حاسين بهادشي غادي ان شاء الله مزيان. الفضل ديالكم كاملين، اي واحد كيساهم من قريب ومن بعيد، وان شاء الله اليوم غيكون افتتاح رسمي اللي غيكون الكرنفال ان شاء الله ابتداء من الساعة 4 بعد الزوال بشارع الحصن الثاني ان شاء الله، متوجهين للمقر هنايا ديال المركب الثقافي ديال بوسليمان. نتمناو من العلي القادر يا ربي هادشي يمر بسلام، والجو تا هو الحمد لله مساعدنا. جو رائع وجميل، يعني ما كاينش حرارة بزاف، الجو جميل. فمرحبا بكم جميعا في مدينة بن سليمان، مدينة الكرم، مدينة الفن، مدينة الرياضة، مدينة الإبداع، مدينة أكبر ملعب اللي غيكون عالميا إن شاء الله في بن سليمان. واليوم غتشاهدوا معنا افتتاح رسمي ديال المهرجان الوطني للمسرح والكوميديا، مرحبا بكم. الشرقي بانت هي الخزانة، الخيمة صحراوية 100%. لان احنا عندنا الحمد لله هذاك الشيء في الدم ديالنا، الصحراء مغربيه وغتبقى مغربيه، فهذا التراث من الصحراء المغربيه. كنحيي هاد الناس اللي جاوا يعني من الصحراء المغربيه باش يشاركوا معنا هنا، سي حسن والزوجه ديالو، وكنحيي التعاونيات ديال اقليم بن سليمان اللي حاضرين معنا حتى هما، اللي غيكونوا يعني هاد المنتوجات الفلاحيه ديال الساكنه. فشيء جميل يعني من كل فن طرب، واللي جميل بزاف 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 وعاجبني اكثر من هذا الشيء كامل هو قافله التبرع بالدم. فانادي وكنعاود نقولها، اللي جا هنا كفنانين كجمعويين كرياضيين، اللي جا هنايا يجي يتبرع بالدم، راه غتكون واحد القافله. واخا تمشي معايا السي هشام، غتكون قافله انسانيه من اجل التبرع بالدم ان شاء الله. هنا ان شاء الله غتكون القافله. الله يعطيكم الصحه. هنا غتكون القافله، احنا مجدين ليها رفقة الدكاترة ديالنا مشكورين. هنا غتكون القافلة، ممكن يجي يتفرج قبل ما يتفرج، قبل ما يتفرج ملي غيتبرع بالدم، يعني هذاك هو الهدية الكبيرة اللي غيهديها بزاف ديال الناس اللي حاجة في حاجة. يعني هذا الشيء جربته أنا مع الوالد ديالي، وكنتمنى الناس يوصلهم هذا الميساج. راه ملي كتجي تتبرع بالنقطة ديال الدم ديالك، راه عندك واحد الأجر كبير مع الله، وعندك أجر كبير لأن غتعتق واحد الإنسان من الموت. فنداء لكم جميعا قبل ما نضحكوا، اجيو نتبرعوا بالدم. الله يعطيك الصحه، مرحبا بكم. كلمه اخيره كنحماق عليكم، والمهرجان راه ديالكم، ومرحبا بالساكنه ديال اقليم بن سليمان، ومرحبا بالمغاربه كامله من طنجه حتى القويره. وانا كنقول لكم مرحبا بكم ان شاء الله في المهرجان الوطني للمسرح والكوميديا. كاينه مفاجات، كاينه مفاجات. شكرا، تبارك الله عليكم، مرحبا بكم. الله يكبر بك. اجواء رائعه، شكرا. اجواء جميله جدا. شوفوا معنا مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه شوف تي في، ايضا حضور ديال اللجنه اللي واقفه على كل كبيره وصغيره، ايضا سي الترابي النقيب ديال الفنانين، والعديد من ايضا العديد من المفاجات ترقبوها الليله ابتداء من حدود الساعه 4 زوالا. مشاهدينا الكرام، المشهد امامكم هنا غادي يكون انطلاق او الافتتاح الرسمي ديال هذا المهرجان. دمتم في رعايه الله، الى اللقاء.